طب هل مثلا نسل سيدنا الحسين عليه غبار من وجهة نظر حضرتك؟ لا طبعا، نسل سيدنا علي، بداية سيدنا علي عليه غبار؟ لا طبعا، ليس عليه غبار الأئمة على الإطلاق. ال12، الأئمة ال11، هؤلاء آل البيت ماشي. جميعا. طب لماذا تعترض على كونهم أئمة؟ هذا سؤالي لك. لا يعني. لأن آل البيت من أهل السنة. إذا الناس طيبين يعني أخيار. طبعا. خيار من خيار من خيار. لا شك. لما تعترض على إمامتهم؟ لأن هؤلاء من أهل السنة لا يعرفون شيئا عن حاجة اسمها إمامة، ولا يعترفون بها أصلا. يعني آل البيت، آل البيت نحن ننتسب إليهم. نحن عندنا إمام يا دكتور، بس بالراحة. إحنا أهل السنة. لو كمصطلح إمام، ما إحنا عندنا إمامة كبرى وإمامة صغرى، كيف لا نعرف مصطلح إمامة؟ الإمامة كما تذكر الآن معناها ولاية أمر المسلمين. أيوة. لكن الإمامة. هم عندهم كده. لا، الإمامة عند الشيعة كما يعني هو معروف تختلف تماماً عن هذا المفهوم. الإمامة هي نظير النبوة. يعني إيه يا دكتور محمد؟ يعني أيوة. إذا أمل يعني احنا مثلا نؤمن نشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، لازم تقول ان اؤمن ان الله واحد وان محمدا رسول وان فلانا امام. يعني جزء من الايمان ده معتقدهم. جزء من الايمان وليست مش مجرد ولايه امر يعني ولاية او أمر. امامه في صلاه او امامه في دين او علم مثلا. لا، ما كده موجود عندنا طبعا. اذا انما جعل الامام ليؤتم به في الحديث. نعم. تمام. فالامام موجود، بس الامام هنا معناه ايه؟ أيوة. معناها الذي يلي امر المسلمين لتحقيق مصلحته في ضوء الشرع الحديث. وعند الشيعة عشان عند الشيعة الامامه مثل النبوه، مثل النبوة في كونها ركن من أركان الدين، يتلقى الإمام من خلالها الوحي أو الإلهام الإلهي، ولا يقوم للدين قائمة إلا به. فالإمامة هنا خدت معنى تاني خالص، معنى عقدي أصل من أصول الدين، وبالتالي مرفوضة. وبالتالي هي بدعة. أحسنت، الله عليك، أحسنت. يعني هم فهمنا سبب الرفض ليه. هم في الأذان لما يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، وأشهد أن عليا ولي الله، هي مش بتتقال كنوع من انواع تحريف نص الامام. لا، الاذان مش تحريف نص الاذان، ده هو بيعدد اركان الايمان عنده. زي ما بيقول لا اله الا الله محمد رسول الله، لازم يقول علي ولي الله، لازم. طب ولو ما قالش عليه خلاص ما يبقاش مسلم من وجهه نظره، لا شيعي ولا مسلم. يبقى في جهنم. ليه؟ زي بالظبط يا دكتور محمد عندنا في السنه. ده كلام خطير. لو انت قلت انا اشهد ان لا اله الا الله بس مش مؤمن بالنبوه، خرجت من حضرة الإسلام. هو نفس الكلام عنده، أن النبوة، أن الإمامة مكافئة للنبوة تماما في كونها أصل من أصول الدين. بل إن النبي إمام أعطي رسالة. يها. وليس الإمام نبي. النبي إمام النبي يعني. إمام أصلا أعطي رسالة. رفعوا الإمامة فوق النبوة. بالضبط. الإمامة هي الأصل. فإذا أخذت رسالة فأنت أصبحت نبيا. فإذا لم تأخذ رسالة فأنت إمام. الإمام هي الأصل. ده كده عندهم سيدنا علي أعلى من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بقى ولا؟ بعضهم يقول هذا طبعا. ولكن جمهور الشيعة الإمامية بالذات يرون أن سيدنا محمد أعلى من سيدنا علي. ليه؟ لأن سيدنا محمد إمام والنبي أخذ النبوة. سيدنا علي إمام لم يأخذ النبوة. ولا معاه رسالة. إنما هي الأصل إيه؟ الإمامة. إحنا بنقول إيه بقى؟ احنا بنقول ايه؟ الاصل هي النبوة. احنا مين؟ احنا كأهل السنة. تمام. الاصل النبوة. الاصل النبوة. ويتفرع من النبوة العلماء ورثة الانبياء. تمام. والائمة الذين ينفذون شريعة الانبياء. وكلهم يأخذون من ايه؟ من النبي. فالاصل هي النبوة، هي مصدر التشريع. احسنت، ده الفرق. الله عليك، احسنت. انما عندهم الاصل هم الامامه. فلما يقولوا بتورط في الامامه مرفوض. طبعا مرفوض قولا واحدا، قولاً يعني فعلا عقلا ونقلا. حتى وان كان الائمه كما تفضلت خيار من خيار من خيار عليهم رضوان الله، كلهم فعلا يعني هم كلهم فعلا خيار من خيار. انا عايز اقول نحن كاهل سنه نؤمن ان هؤلاء الائمه الذين يتحدثون عنهم جعفر الصادق والباقر وكله من سيدنا علي ونزولا كلهم يعني من آل البيت وعلى أعلى مستوى إن شاء الله من الإيمان والتقوى والصلاح. لما ترفض كلامهم إذن في مصادرهم؟ لكن لما ترفض كلامهم من مصادرهم؟ أنا أقول لسحتك، لكن هؤلاء الذين ذكرت أسماءهم أنا الآن يتبرؤون مما ينسبه إليه الشيعة، إليهم الشيعة. في كتبهم يقولون غير هذا. الشيعة ينسبون إلى هؤلاء الأئمة كلاما لم يقولوه. يعني عارف ازاي؟ كيف نعرف بقى يا دكتور؟ انا اقول لحضرتك عارف ازاي هيجي برضو يتهم السنه، ما انتوا بتقولوا كلام ما قالهوش.
لا انا نفس انا بس انت راجل اكاديمي صح آه انا عايز اقرب الصوره شويه الاول. لا بعد إذن هناك فرق بين استنى كراجل اكاديمي حضرتك بتقول الكلام اللي بيقولوه الائمه الحقيقيون براء منهم قولا واحدا لهم اهل سنه. انا معك لو هم اتهموا اهل السنه وعلماء اهل السنه بنفس هذا الاتهام كيف ترد من الناحيه الاكاديميه العقليه ان هم لما بقول لجعفر الصادق قال اقول له انت كذاب بالظبط. طب ما هو في مصادره ما انا بقول عندي على فكره قال جميل. رسول الله ما يقولوش انت كذاب ليه. جميل جميل. وفي مصادر الديانات الاخرى يدعون ان عندك جرح وتعديل عندهم رجال الكشي صح جميل ما عندهم رجال وما كانوا عندهم جرح وتعديل بالظبط كمان بالظبط. ليه ما نقبل ونرفض؟ ايوه احسنت. هنا دلوقتي نرجع للقاعده. ايوه اذا كنت مدعيا فالدليل تمام. يعني لو انت عايز تدعي حاجه معينه ما هو قال جعفر الصادق قال ده الدليل تجيب لنا دليل ماشي ما هو الدليل. واذا كنت مستشهدا او ناقلا فالايه فالسند فالصحه. طيب قال الكليني عن كذا عن كذا عن كذا قال المجلسي في بحار الانوار عن جميل. كذا عن كذا جميل سند زي الفل. كل الدراسات التي تمت طبعا هو لم يحدث دراسات مشتركه بين دراسات على السند مشتركه بين الشيعة واهل السنه. هم رفضوا هذا فعلا في كل المحاولات التي تمت تحت عنوان التقريب الى المذاهب رفضوا ان احنا نتكلم في السند لان السند هو المعول عليه في نسبه الكلام الى اصحابه. فقلنا لهم تعالوا نشوف انتم تدعون ان جعفر الصادق قال كذا تمام. نعم. ما طريق هذه الروايه ونبدا ننقح الروايات بالمقاييس العقليه. نعم. فبتقول يعني قال او سمعت منه هنثبت لك انه ما قبلوش في حياته. تمام. يبقى كلمه سمعته منه نشيلها. لا يبقى كذب حقيقيه تبقى كذب يبقى الروايه ما وهكذا. احسنت. ما رضيوش يدخلوا في هذا المعنى. لكن احنا كاهل سنه عندنا هذه الدراسات التي تثبت ان كل هذه الاقاويل المخالفه للكتاب والسنه موضوعه على الائمه كما وضع على الرسول احاديث لم يقلها. هم احسن من الرسول. لا. الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه عليه وسلم. وضع سيدنا عيسى ألم يوضع عليه أنه يعني أمر بعبادته إلى آخره أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. الأنبياء تقول عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول عليه كذلك الأئمة تقول عليه.